حياكم الله. نفتح أوراق نهائي تاج الإفريقي الجزائر والسنغال. الجزائر توجت باللقب عام 90، السنغال لم تعتل المنصة بعد، لكن السنغال وصلت للنهائي عام 2002 وخسرت أمام الكاميرون. لم تواجه الجزائر صعوبة كبيرة في طريقها لتأهل نحو النهائي، الحال نفسه تقريبا أمام السنغال. كيف وصلا للنهائي؟ الجزائر فازت بجميع مبارياتها في دور المجموعات، جمعت 9 نقاط، سجلت 6 أهداف شباكها نظيفة. السنغال في نفس المجموعة سجلت فوزين، خسرت أمام الجزائر بهدف، جمعت 6 نقاط، سجلت 5 أهداف دخل في شباكها هدف. في دور 16 الجزائر فازت على غينيا، السنغال فازت على أوغندا. ربع النهائي دور 8، السنغال فازت على بنين. الجزائر فازت على ساحل العاج بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله بفارق ركلات الترجيح. في نصف النهائي الجزائر اجتازت نيجيريا، رياض محرز كان البطل. السنغال تغلبت على تونس بهدف. هكذا يصلان إلى نهائي التاج الإفريقي. في النهائي هناك مواجهة داخل مواجهة. رياض محرز نجم مانشستر سيتي، ساديو ماني نجم ليفربول. رياض محرز فاز مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، ساديو ماني فاز مع ليفربول بدوري الأبطال. ساديو ماني صرح سابقاً قائلاً: سأكون سعيد جداً لو استبدل دوري الأبطال بلقب كأس الأمم الإفريقية. خطف الأضواء من صلاح بكل تأكيد. لماذا أوصل منتخبيهما إلى النهائي؟ لفت الأنظار لأدائهما المبهر. جمال بالماضي قال بداية البطولة: لا أحب الحديث عن لاعب بعينه، يقصد رياض محرز. كان يهدف لتخفيف الضغط على محرز. عاد ليقول قبل المباراة: إن السنغال فريق كبير، فريق مبهر، تأهل إلى كأس العالم الماضية وهو المصنف الأول إفريقيا. أعود إلى رياض، إنه يمتلك صفات القائد. يبقى الأهم بالنسبة للشعب الجزائري ربما أفضل هدية يقدمها نجوم المنتخب لشعبهم في هذه الظروف. هناك تحدي كبير أمام ساديو ماني الذي سجل 3 أهداف وأهدر ركلتي جزاء. رغم كونه الأميز والأبرز، هناك تحدي كبير، الفوز باللقب. لم تفز السنغال من قبل. أبقى أن أقول لكم أن مشاعر كل العرب معكم أيها الخضر الجزائريون. حياكم الله.